حوض أرجين يقع إلى الشمال من عاصمة موريتانيا المقصود، يبدأ من 170 كيلومتر إلى الشمال في منطقة صحراوية، حدوده الشرقية عبارة عن سهل تازياستر المنخفض. منذ القديم منطقة مهمة للطيور المهاجرة، تجد فيه مناخ ملائم استقرار هذه الطيور، تجد فيه الغذاء، عينات من الكائنات الدقيقة ومن الأسماك الصغيرة، تجد غذاء خصب ومتوفر بكميات هائلة لهذه الطيور، وتتكاثر وتتوالد. تستقبل الحظيرة الوطنية لحوض أرجين العديد من الطيور، من هذه الطيور ما هو شتوي وما هو معشش وما هو قاطن. وتأتي هذه الطيور من بقاع مختلفة من العالم، الطيور الشتوية التي تعتبر الأهم من ناحية الكم، فأكثر من 2.5 مليون من الطيور المستنقعات التي تسمى بليميكول تأتي سنوياً إلى الحظيرة لتقضي أكثر من 6 أشهر، وهذه الطيور قادمة من سيبيريا تقطع مسافة 11000 كيلومتر حتى تصل إلى الحظيرة الوطنية لحوض أرجين. حضارات 10000 سنة من حضارة إملاقا تمتد على هذه الشطآن، كل نمط عيشهم مستمد من هذه المحمية. وهي الوحيدة المرخص لها بالصيد من خلال قوارب شراعية بدون محركات. هذه المجموعات تتعايش بشكل حميمي مع هذه الطبيعة. إملاقن قبيلة ذكية صبارة سخية ولها ياسر من الدهر، هي هم. ولا يحركها الجوع ولا يحركها القرق ولا يحركها الشيء عن البليد اللي هي أصلا خلاقة فيها بها اللي بعهودها والممنع لعهد وفاء. الحظيرة الوطنية لحوض أرجين تعتبر من أهم المناطق، لم تكن المنطقة الأولى من ناحية مساحة الأعشاب البحرية، حيث تبلغ 1000 كيلومتر مربع من الأعشاب البحرية، وهذه الأعشاب البحرية هي التي تكون قاعدة السلسلة الغذائية. يعتبر طائر النحام من آخر الطيور التي تتأثر بفترات المد، فهو آخر طائر يأتي للجزر خلال فترات المد نتيجة لطول استيقانه، فهو يتمكن من متابعة طليته في المناطق الموجود فيها حتى يرتفع مستوى المياه، تالي يكون مرغوما على التحاق بالجزر. عندما يطلع الصياد شبكته مليئة بالأسماك، تأتي النساء عندها حاويات تسمى أقسري، تضع فيها النساء الأسماك وتحملها إلى البيوت. البيوت موزعة، هناك بيوت للسكن والضيوف وهناك بيوت للسمك يعالج فيها السمك، تسمى تيكيت. الإمراجن المرأة هي كل شيء، هي المنتجة، هي التي تمارس مختلف الأنشطة التجارية التقليدية ولها القرار الأول والأخير في كل شيء. محمية أرجين اليوم لا تزال قيد الاستعمار، المحمية اليوم بين منطقة السفن الأوروبية التي تحاول استنزاف الثروات الطبيعية داخل المحمية، وبين السندان النظام الحاكم والحكومة والإدارات المشرفة عليها التي لا تعرف أي قيمة لهذه المحمية ولا توليها أي اهتمام، تعتبرها مجرد ورقة تستدر بها الأموال أحيانا من الداخل وأحيانا من الخارج. هذا ما غيب الصورة الحقيقية لهذه المحمية، وما غيب أهميتها عن مواطن موريتاني، عن رأي العام موريتاني، عن حتى الإعلام وعن المتابعين لشؤون البلاد حتى في الداخل قبل الخارج. الذي يعرف قيمة المحمية هو إمراجن أكثر من الإدارة وأكثر من الأنظمة وأكثر من الحكومات.